المباراة قوية، احنا كنا متوقعين فريق نيجيريا هيحاول يقدم قدامنا مباراة قوية، واعتقد ان دي بداية دخول النادي الاهلي في البطولة. مباراة بتجهزنا للادوار الجاية، الادوار الجاية جامدة جدا، عندنا 6 فرق بتنافس على البطولة، فهيبقى الموضوع صعب جدا الادوار الجاية، ولازم تجهيز تاني للادوار الجاية. اسم واحد عندنا الفريق التونسي، فريقين كينيا، فريق الجزائر، الحقيقة كلهم بيقدموا مستويات جيدة جدا بالاضافة للفرق المصرية الموجودة معنا في الدور الجاي. لا الحقيقة بطولة قوية وكل الفرق عندها حظوظ ان هي تنافس على البطولة. الحقيقة طبعا احنا بالدعم الجماهيري بتاعنا لنا ميزة كويسة جدا، تركيز اللعيبة في الماتشات الجاية وتحليلنا للماتشات وحفظهم للفرق التانية هيدينا دافع كويس جدا ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق اللقب ونحافظ على اللقب بتاعنا بإذن الله.